متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله خدميه جديده تاتيكم من بنكير. واحدث اسعار العملات الاجنبيه والعربيه والذهب والسلع اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، والبدايه مع العناوين. استقرار اسعار الدولار بدايه عملات الثلاثاء. استقرار اسعار العملات العربيه والاجنبيه امام الجنيه مستهل التعاملات. استقرار في اسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2350 جنيه. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت مستهل التعاملات. انتهت العناوين وإلى التفاصيل. بنكير، نبض البنوك. وصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية. وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. وسجل نفس السعر في بنك مصر. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم ثلاثاء تبايناً ملحوظاً حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري نحو 32.96 جنيه للشراء و 33.11 جنيه للبيع. وبلغ متوسط الجنيه الاسترليني 38.19 جنيه للشراء و 38.35 جنيه للبيع. وسجل متوسط سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع. واستقر متوسط سعر دينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 100.17 جنيه للشراء و 100.59 جنيه للبيع. وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع. تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2685 جنيه. واستقر جرام الذهب عيار 22 عند 2462 جنيه. وبلغ جرام الذهب عيار 21 2350 جنيه. ووصل عيار 18 ل 2014 جنيه. بينما استقر جرام الذهب عيار 14 عند 1566 جنيه. واخيرا سجل الجنيه الذهب 18800 جنيه. شهدت اسعار الحديد والاسمنت تراجعا ملحوظا في الاسواق المحليه على خلفيه تراجع اسعار خام الحديد عالميا بقوه خلال الفتره الماضيه. وسجل سعر طن حديد عز تراجعا قويا بنحو 1500 جنيه، حيث سجل سعر الطن الواحد المستهلك متوسط 39966 جنيه. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38789 جنيه كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار، فيما يصل إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر. وسجل متوسط سعر طن الحديد العشري 39500 جنيه. وبلغ سعر طن حديد سرحان 39500 جنيه أيضا، فيما سجل سعر حديد الكومي 39300 جنيه. واستقر سعر طن حديد المعادي عند 39300 جنيه. وفي سوق الأسمنت سجل أسمنت المسلح 1760 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1718 جنيه للطن، وبلغ سعر أسمنت المعلم 1730 جنيه للطن. واستقر سعر أسمنت العسكري عند 1730 جنيه للطن. وسجل أسمنت السويدي 1860 جنيه في الطن، وبلغ أسمنت وادي النيل 1720 جنيه في الطن. وسجل أسمنت حلوان 1780 جنيه في الطن. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.